اهلا بحضرتكم. احنا مستمرين في حملتنا مع متحدي الاعاقه ومنتظرين حد من الجهات المختصه يطلب مننا الشكاوى والجوابات اللي جات لنا. وبرضو في مثلا نسيت اقوله، اديسون الراجل العظيم توماس اديسون، لولاه اقسم بالله ما كنا هنقعد في النور ده. الراجل ده كان عنده اعاقات متعدده، كان عنده صمم، وكان عنده برضو شلل رباعي وحركته رجليه ما بيتحركش منهم. هو اللي اخترع النور يا جماعة، المصباح الكهربائي، هو اللي اخترع الهاتف، هو اللي اخترع التلغراف. يعني احد اللي انتوا سميتوه في الانسانية وفي التاريخ معاقين، انقذ البشرية، هو سبب التقدم اللي احنا فيه، هو اللي بينعم السادة الاسوياء في العالم اللي اسمهم اسوياء في العالم. الراجل جون ناتش بتاع الرادياتور المعاق الامريكي كان له دور كبير جدا في تطوير نظريات الطب الرياضي اللي عندنا في مصر، طبعا طه حسين. في كل الاحوال هكرر تاني، احنا مستمرين في حملتنا لمساعده ودعم متحدي الاعاقه في مصر، استجابه لمبادره الرئيس السيسي انه قال 2018 هي عام متحدي الاعاقه. لكن مره تانية انا بقول، كنت متصور انه ما يبقى في عام لمتحدي الاعاقه ان يبقى في كل يوم حدث، كل شهر حاجه، من 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 الشارع للحكومه لكل المؤسسات. ويمكن لو احنا قدرنا نطلع قدامنا، يمكن لسه 6 شهور على ما السنه تخلص تقريبا، لو قدرنا نطلع بنتيجه يا معالي رئيس الحكومه يا سياده الوزراء المختصين، ان احنا نخلي المواطن المصري نوعيه ازاي يتعامل مع متحدي الاعاقه، يبقى طلعنا بنتيجه، عشان نبقى زي الدول اللي بيسموها دول. انما احنا في القضيه دي احنا مش دول، احنا اشباه دول. في قضيه التعامل مع متحدي الاعاقه احنا مش دول خالص. احنا مش بني ادمين بالمناسبه، احنا منزوع الرحمه والانسانيه بالدلائل والوقائع والصوت والصوره.